اهلا وسهلا بكم معنا في قناه مروكان كوكينغ. اليوم غادي نشوفوا كريب مالحين. لهذه الكيفيه غادي نحتاجوا اول حاجه هذه المكونات ديال الكريب، ديال العجينه ديال الكريب. عندنا كاس، وهذا الكاس هذا غنعمرو كاس ونص ديال الحليب وبيضه، وهذا الكاس هو نفسه ديال الطحين. غادي نخلطهم في هذه الاله هذه كهربائيه. كاس ونص بيضه وكاس ديال الطحين، نبداو هو الاول نديروهم في الاله كهربائيه نخلطهم. عاد تشوفوا الحشوه المالحه ديالنا. بدات سيدتي ما طحنت ديك البيضه وكاس ديال الحليب وكاس ديال الطحين. غادي نضيف دابا نصف كاس ديال الحليب، كيولي عندي كاس ونصف. وانا قلت حيت عندنا ديك خيط مالحين علاش ما نضيفوش ليهم شويه ديال المعدنوس، نضيفهم للعجين فقط القليل، قليل من المعدنوس. وغادي نطحن الكل، اذا بيضه قايمه من المعدنوس، كاس ديال الطحين وكاس ونصف ديال الحليب. انا نطحنهم، يعني هاد هاد الكريب هذا مكوب المعدنوس. انا طحنتهم، غنخلي الخليط على جنب وغادي ندوز باش نشوف الحشوه ديالنا. الحشوه اللي موجود عندنا حاليا، انا ما غاديش نضيف لا كفته ولا دجاج، ولا غادي نحاول انني ندير عماره خفيفه. غادي نضيف شويه ديال الزيت، عندنا بصيله، عندنا شويه ديال الشامبينيون، عندنا بصيلة شامبينيون، غادي نضيف شويه ديال الجزر اللي عندي محكوك، جزر أو ما يسمى بالمغربية خلزو، غنضيف شويه ديال المعدنوس، المكون الأساسي عندي. غنضيف شويه ديال الشعريه الصينيه، نلبسها في الماء سخون وقطعتها. غندير المكونات هذه الطيب، نخلطهم ونديرهم على نار حتى تقريبا البصله اللي عندي دبال. والكريب ديالي كنعرفوا بان مباشره الكريب كطيبو. غادي نضيف شويه ديال الفلفل الحمراء، شويه ديال الابزار فقط قليل لان ما بغيتوش يكونوا حارين، بغيناهم مالحين. نضيف الملح، غادي نديرهم على نار حتى تطيب عندنا البصله ويدبل عندنا خيزو، تدخل المكونات في بعضياتها ونكملوا التتمه. اول كريب ديالنا من بعد ما طاب الحشوه هي بردات، دابا غادي نعمروا الكريب ديالنا كما قلنا مالحين بنكهه المعدنوس على هذا الشكل هذا. نحاولوا نورقوا له شي شويه باش يتسدوا لنا ديك الكريب. الكريب اصلا عندنا في الفيديو بوحدو شانيل، وريتكم المقادير دابا، طريقه التحضير وطريقه الطياب راه عندنا في الفيديو. انا كنوجدو بحال هكذا، وكنوجدو الكريب ديالنا مالحين معليا. الا نقول لكم بالصحه والراحه، ولا فيديو اخر ان شاء الله، والى اكله جديده ان شاء الله. بصحتكم وراحتكم، كريب مالحين.